في قراءة صغيرة لتصريحات قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية يوم أمس، يوم استدعى فيه راشد الغنوشي رئيس البرلمان ويوسف الشاهد رئيس حكومة تصريف الأعمال في تونس. قال برشا حاجات، نبدأ أول حاجة. قال مثلا تونس تمر بأسوأ أزمة سياسية لها منذ الاستقلال. كذلك قال لا مجال لسحب الثقة من حكومة يوسف الشاهد، في إشارة لحركة النهضة، يعني مش أنتم اللي أعطيتوها ثقة باش تسحبوها منه. وثالث حاجة يعني أعطى النتيجة أو الحلول، وقال في صورة عدم مرور حكومة الياس الفخفاخ فإنه سيلجأ للدستور والشعب سيكون الفيصل، بما معناه إعادة الانتخابات التشريعية وحل البرلمان. شنيا رأيك؟ الشيء اللي نجم أنا نعبر عليه نقول اللي فما أحزاب من عدمة معناها المصداقية ومن عدمة الوطنية، ما عندهمش حتى أي شعور وحتى أحساس معناها وطني، وإذا كان هذا يكون مفقود بالطبع ما نتمنوا منهم حتى شيء. رئيس الجمهورية نعتبره نعمة من عند الله، وتونس معناها نعتبرها محظوظة باش صوتوا له قرابة معناها 3 ملايين معناها تونسي، وقد مصداقية ذيك تخليه معناها باش يكون ينجم يكون فاصل، وكلمته تكون زادة معناها الفاصلة. حاجة أخرى ما ننساوش اللي هو راهو دكتور وأستاذ معناها في الدستور، دونك معناها نجم نكونوا مرتاحين احنا كمواطنين اللي إنسان هذايا يحمل معناها إمكانيات اللي تخليه باش يعرف وين يحط ساقيه، بقى الفترة وجيزة. وخويا سعيد تو عنده معناها 3 شهور ولا 4 شهور معناها مازال معناها مبتدي، ما نجمش ياخذ حتى أي معناها، مازلنا ما نعرفوا منه حتى شيء الراجل، ولكن أسبوع واحد زاد راهو ما يعمل شيء. سيد قيس سعيد يستنى معناها في تكوين الحكومة، وقت تكون الحكومة وقت يولي عنده سند، وقت السند هذاك باش لازم يهز معاه ذن القفوة. ونحن قاعدين نمروا بأزمات مريعة، وصلنا معناها للدليل، ما عاد فما شيء راهو، تونس ما عاد فيها شيء. وليداتي أنا ولاد ولادي وليت ولدي أنا نقول له برا هاجر. ولدي انا اللي ما عندي كان هو وانا انا عمري 80 سنه نقول له هاجر باش نجم معناها تعيش ترونكيل وتنجم معناها تكون مرتاح في نفسك وفي قارة نفسك. الدنيا فسدت، تونس ما عادتش راها يبداها من اللي خلقت هذا ما النهضه اللي شدت تو 10 سنين ما رينا منها شيء، وهنا حاولنا باش كل عام نقولوا ان شاء الله الامور تتطور، تبدلوا 7 حكومات ما رينا حتى شيء، معناها فما شيء قاعد ينقل وفما امور حزبة ما نحبوش احنا الاسلام كنا مسلمين ما عندناش هذه، لا تو دخلوا لنا شيعه ودخلوا لنا اسلام ودخلوا لنا تو احنا تونسيين تاع هذا. تبارك الله البركه فيكم انتم وشبابنا، وانا تو وليت من اللي كون البراهيه هي باش تكون الحل، وهي في ذا المفتاح راه تخش الراي، خاطر الرجال هذا من كلهم حق راه صار كما صار في لبنان وراه كما صار، معناها ماناش احنا غراب على لبنان، لبنان فايتتنا وسابقتنا في كل الميادين. النهضه ما تنجحش باش يطلعوا ناس اخرين وعباد اخرين، نهضة بركت على الحكم من وقت الترويكا التوا صاي ما عادش يحبوا يتنحاو. لكن النهضة حركة النهضة لديها يعني قاعدة جماهيرية ديما تنتخبها، وحتى لو تم إعادة الانتخابات التشريعية ممكن يعاودوا يربحوا الانتخابات. اي المرة هذه ماهيش باش تبرز، ماهيش باش تجيب أصوات برشا، فهمت؟ فما أحزاب أخرى، فما ناس تخدم خير وفما ناس جديين، يعني اثبتوا بالدليل القاطع انهم معركتهم محاصصات حزبيه 9 سنين ويوريك اللي هما ما نجحوش في حتى مجال، ناس موتة بالشر وهم يتعاركوا على الكراسي. انا كيف نراه في التلفزه كيفاش ناس ما عندهمش باش ياكلوا نولي نبكي على الحكومه نتاعنا، فهمت؟ الزعماء اللي تعداوا الكل عمرهم ما عملوا هكا. هذاك علاش تعليقك حول ما حدث يوم أمس، كيف قيس سعيد أخذ الدستور وحللهم درس يعني في القانون، والفصل 100 يقول كذا والفصل 89 ولا سبيل إلى كذا. رجل أستاذ، أستاذ جامعي هو يدرس في القانون وعجبني ومش يزيد يعجبني أكثر، يبعد عليه برك. بعض من الشعب التونسي ما عندوش ثقة تامة في النهضة، فهمني، بكونها معناها أزمة البلاد وفهمتني وبركة البلاد بصفة عامة، ونتصور هو يعرف الشيء هذايا. أما لكن الحاجة الوحيدة هو مشكور معناها السيد الرئيس الجمهورية كحكاية معناها في الموضوع هذايا، أما لكن حاجة بركة لازم معناها
يعطينا يعطي ثقه للشباب وخلي الناس تخدم حاجه بركه. تو برشا عباد يقولوا ما عندوش في الدبلوماسيه معناها ما عندوش قله اكسبيريونس وكل ما شيء فهمني. ان شاء الله معناها نلتفتوا الوزاره نتاعو فهمتني يقفوا للبلاد وفهمني حتى يكون معناها نقص شويه خبره واكسبيريونس ان شاء الله يعاونوه وان شاء الله ربي يقدر خير لتونس وان شاء الله معناها من حسن الى احسن. تعليقك حول تصريح البارح رئيس الجمهوريه قيس سعيد قال لو لم يعني تمر حكومه الفخفاخ ساحل البرلمان يعني بما معناه وباش تعاود الانتخابات التشريعيه في تونس. صحيح لما حاله حاجه معناها مش تعطل مسار في البلاد وحاجه معناها مش تضيق معناها المواطنين معناها في الانتخابات التشريعيه مش يعاود معناها الانتخابات اما لكن حاجه مادام في صالح البلاد مش مشكل. توك تشوف فيها النواب الكل يضي يجبد ليه فهمتني والنواب عباره معناها مش مجلس النواب الشعب معناها عباره كيف نقولوا احنا واحد داخل السينما تشوف اللي في اللي يضحك واللي معناها اللي يستعمل تليفون يلعب وحتى في فري فاير في المجلس النواب معناها ان شاء الله حاجه معناها حس روحه سيد الرئيس ما عندوش فيه ثقه معناها وكشعب معناها مع الشعب ما عندوش فيه ثقه في البرلمان ما يسالش خليه يتحل مع حلها جمله ما عادش تكون موجوده يكون النظام رئاسي يعني مش مع النظام البرلماني نرجعوا للنظام الرئاسي اي النظام الرئاسي نتصوروا هكا حل افضل معناها خاطر تحسهم كلهم لوبيات كلهم كل حد يسعى باش يعبي يجيبوا هو ما يهموش في الشعب الناس اللي حطيناهم منتخبناهم اللي باش يحلوا المشكل اصبحوا هم سبب المشكل يعني اصابه في هذا الامر وقال زاد لا سبيل الى سحب الثقه من حكومه يوسف الشاهد في اشاره يعني للبرلمان وحركه النهضه قال خاطر مش انتوما اللي اعطيتوه الثقه باش تسحبوها منه طبعا هو اراه محق في هذا الامر لان هي واضح ان فما لعبه سياسيه والسلطة القرار الأخير ترجع للشعب بما أنه هو اللي فوضوا هو اللي انتخبوا أكثر من 30 ناخب انتخبوه إذا هما أرادوها أن سحب الثقة ليبقوا في أماكنهم كمجلس النواب يتحركوش ولكن هو الفاعلين اللي لازم يصير اللي ما لازمش نسحبوا الثقة صحيح أما كذلك إذا كان مش واصل لازمنا نشوف حل مجلس النواب هو الحل هذا يعني اعطاه في الاخير كنتيجه او كحلقه في صوره عدم مرور هذه الحكومه سالجا الى الدستور، الدستور هنا واضح يعني حل مجلس نواب الشعب واعاده الانتخابات التشريعيه. هذه نقطة في الواقع مرة وقاسية على الشعب التونسي، لأن الشعب التونسي يعاني في الأزمات في الولايات، وفي الوقت اللي هو ينتظر فيه في الخلاص نلقاه روحنا قادمين على أزمة جديدة وانتخابات جديدة ومصاريف جديدة واحنا ميزانية أصلا هي منهكة بالأساس. إذا هنا نحن امام خيارين احلاهم ممر اما حل مجلس النواب والتجاء الانتخابات واعاده تشكيل المجلس المشهد السياسي بصفه عامه اللي هو مشهد قذر الى حد الان سامحوني في الكلمه هذا ما نجم نوصفه به ام ان نتمشاو مع الناس هذوما باش نوصلوا الى ابواب مزدوده حتى لو كان الحكومه انا من وجهه نظر نتاعي راه الحكومه اليوم ستمر والنهضه ممكن انها تخضع وستوافق ثلاثه اربع اشهر وستسقط الحكومه النهضه يحبوا يعملوا مشاكل ويعملوا سبوتاج هذيك حاجه اخرى المواطن المسكين يعني بها الله ما عادش يعيش منتي يعلم الا المولى ما عادش يستنى حتى دقيقه احنا حطيناهم على جال باش يفرهدوا البلاد ويمشي للاقتصاد ويمشي للشغل يمشوا كذا الناس هذوما يشد الكرسي ما عادش النهضه هي اللي عامله سبوتاج قيس سعيد عنده حق لان انسان هذا استاذ على الدستور ويعرف هما يحبوا يمشوا للشاهد وبعد الشاهد يرجعوا لقيس سعيد بعد قيس سعيد باش يعاودوا حكومه جديده القانون فصل 97 ما مشيش 89 كان الحكومة عندنا مازال نهارين كان مشيت ووافقت عليه البر داكورد مثلا ماش باش تحل البر يزينا يزينا عينا عينا قول لهم يا ولادي احشموا على روحكم هذا هو فحوى يعني تصريح قيس سعيد اللجوء الى حل البرلمان واعادة الانتخابات شنو يا رأيك؟ حق من حقوقه لانه هو ضمن الدستور هو كرئيس جمهورية ضمن الدستور الدستور ما عملوش هو عملوا هما وافقوا عليه هما 2012 2013 الرئيس ما عايش منتي راهم ناس هذوما سياسيين هذوما يهلكوا البلاد يهلكوا الدنيا هزوها برا شوف المواطن المواطن يعلم به ربي الخدام يعلم به ربي الريتريتي يعلم به ربي اللي ما يخدمش يعلم به ربي الناس حاشا كل تنتحر ولا تعمل في اشياء من جل شيء هذا يخرج البحير يعمل فيه يقول فيه شيء ما جايبه من راسه السيد هذا انسان خويا كان باش تشكل حكومه يتفضل مثلا ماشي خويا خلينا نعاودوا البرلمان نشوفوا وما عندناش باش نصوتوا للناس هذوما كيما قلب تونس ولا كيما النهضه هما قاعدين يعملوا في سابوتاج خلي الحكومه تتعدى وخلي تخدم على روح كان وافقها مثلا ماشي نجموا يعملوا حكومه جديده بعد 6 7 اشهر هما يحطوا في حشك في العصاف العجله هذه النهضه وتقول لك راهو عيب عليهم حرام عليهم حرام عليهم حتى المواطن ما عادش المواطن فد دم ما تمنش فد المواطن قسم بالله
لا عاد مثل البولاد ولا مرت ولا شيء على جال السيد اللي قاعد يعملوا فيه. امشي بنتي انا ريتريتي برا امشي نهار ربع خمسه تمشي تسلف تتسلف لان المعيشه مشيت وكذا هما شادين الكراسي ويتملكوا على الناس. والغنوشي ما يحبش لانه يعني كان باش يخرج بالبرلمان هذيك حاجه اخرى باش تصير له ما تصير له. على قدر اهل العزم تاتي العزائم وعلى قدر اهل الكرام تاتي المكارم. العزائم مفقوده واهل الكرام غير موجوده، نضيف لها الوطنيه مبتوره. حب من حب وكره من كره، وان شكلت هذه الحكومه الان او بعد وفيها زيد وعمر فهي مسيرها مسير الحكومات السابقه، فلا نجاح والايام بيننا. الحكومه الاولانيه وما تشكلتش، الحكومه الثانيه وما تشكلتش، وكما قال فما كلمه في جمله البارحه عجبتني في الكلمه اللي قالها رئيس الجمهوريه، هو انه الحكومه هذه وقع سحب الثقه منها قبل ان تكون لها هي معناها الثقه، هي ما تعطاتش لها الثقه حتى يقع سحبها، معناها بالمنطق معناها فهمت كيفاش؟ وهذا ما يخدمش مصلحه البلاد بطبيعه الحال، الى متى معناها؟ قال زيد لراشد الغنوشي رئيس البرلمان وفي اشاره منه لحركه النهضه لا يمكن سحب الثقه من يوسف الشاهد وحكومه تصريف الاعمال، شنو رايك؟ هذا مؤكد لان الدوله معناها كيفاش قاعده تصير حاليا؟ تصير بحكومه تصريف الاعمال اللي هي ويوسف الشاهد هو رئيس الحكومه هذه. اذا كان هذا معناها ما يصيرش شنو يعني الفوضى؟ ما معنى ذلك معناها؟ يوسف الشاهد هو رئيس الحكومه المكلف حاليا في تصريف الاعمال وبارك الله فيهم. يعني شوف قديش المده اللي مرت بدون تشكيل حكومه، يعني نتصور ان الحكومه هذه حكومه تصريف اعمال معناها قائمه باكثر من جهدها نتصور. قال كذلك في نفس السياق يعني في صوره عدم مرور حكومه الياس الفخفاخ فانه سيكون مرجعه الدستور يعني القانون وجبد الفصول، وقال يعني بما معناه انه سيقع حل البرلمان واعاده الانتخابات التشريعيه. هذا حسب ما يقول القانون بطبيعه الحال، هو استاذ قانون قبل ان يكون رئيس جمهوريه معناها يعرف القانون هذا. وكذلك كان لحثش قال اللي مش نرجعوا للشعب، الشعب هو اللي باش يعني ستعاد الانتخابات التشريعيه، قصده يعني الشعب سيكون هو الفيصل في الاختيار هذه المره في الانتخابات التشريعيه. للاسف الشديد انه الشعب باش يعاود يرجع معناها للصندوق، خاطر تعرف معناها انتخابات مكلفه راهي.